بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. عند كل ربوة ومنحنى عشق جميل لوطن النبي. التحية لك وطني وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. تشاهدون في هذا العدد التوقيع على بدء تنفيذ المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين السودان ومصر، التعرف على أثر بعض مشروعات حصاد المياه التي تم إنجازها، تلتمية ميجاوات للربط الكهربائي السوداني المصري في المرحلة الأولى، وذلك في مجال التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة. بالعاصمة السودانية الخرطوم وبمقر شركة كهرباء السودان القابضة، تم التوقيع على محضر اجتماع التعاون المشترك بين السودان ومصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي تقرر له أن يبدأ ب 300 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن تبدأ الدراسات الفنية على مستوى الربط 3000 ميجاوات خلال 4 أشهر. أن هذا الربط سيكون إن شاء الله دعامة لتوطيد العلاقات التي أصلا هي قوية، ولكن مزيد من الربط ومزيد من التمتين، وإن شاء الله يعني ده كله لمصلحة الشعبين في السودان ومصر. ونحن حقا نشكر الوفد المصري على يعني مبادرته، ونشكر الأخ الوزير دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في وقت وجيز عقب زيارته إلى السودان، تلاه وفد فني رفيع. الآن هم خلصوا كل المطلوبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى نلتقي بعد 4 أشهر ونحن نحتفل بالربط حقيقة واقعة بين البلدين، وشكرا جزيلا. يأتي مشروع الربط الكهربائي بين السودان ومصر دعما للمشروعات التنموية وخدمة لمصلحة شعبي البلدين. الروابط قوية وهتفضل روابط قوية جدا، وإن شاء الله هتزداد بالربط الكهربائي اللي هيتم تنفيذه خلال 4 شهور. إن شاء الله الشعبين ينعموا بالنمو مع بعض، كلنا يد واحدة إن شاء الله لصالح الشعب. يشكل الحصول على المياه هاجسا كبيرا خاصة في المناطق الريفية البعيدة، لذا عملت الحكومة السودانية وعبر وحدة السدود بتنفيذ العديد من مشروعات حصاد المياه وزير عطش، وشهدت ولاية كردفان تنفيذ أولى المشروعات فيها، مع زيارات وفود الطواف التي تقف على أثر هذه المشروعات على حياة الناس والمناطق التي نفذت فيها. مضت سنوات على تنفيذ هذه المشروعات، ونجدها قدمت الكثير من الخدمات المباشرة كتوفيرها لمياه الشرب للإنسان والحيوان، وذلك بعد سنوات من المعاناة. عند سد أبدزدة في ولاية غرب كردفان نقف على بعض المشاهد فيه. سد أبدزدة لم يكن مصدرا للمياه فقط، لكن حوله قامت أنشطة زراعية متنوعة. من سد أبدزدة تأخذنا رحلة الطواف هذه إلى سد أبو حديد في ولاية شمال كردفان. في إطار خطة برنامج زيرو عطش في ولاية شمال كردفان، الآن يتم تنفيذ عدد 14 بير تحت تنفيذ الشركة الصينية. حتى الآن تم تنفيذ 7 آبار في محلية مدم ومحلية غرب بارة ومحلية مروابة، وجاري العمل حاليا في 3 مواقع في محليات الولاية، ودي من ضمن برنامج الآبار المنفذة عبر برنامج زيرو عطش. توجد خطة حفائر، عدد 6 حفائر سوفتون النور غريبا يتم تنفيذها عبر الولاية. والآن في صدد الأيام الحالية في زيارة عدد 3 سدود في الولاية،
سد مبادر وسد اللقداب وسد أبو حديد. جاء تنفيذ سد أبو حديد لينهي معاناة طويلة مع العطش في منطقة مهمة وذات كثافة للثروة الحيوانية. والله ناس اللي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، مرحب بكم ومرحب بشوفتكم. والله ناس السد والله إحنا ما نمعطين فيه، لكن إحنا ثروة حيوانية وشربانين فوق هالو ديلة، وجزاهم الله خير السد والله ريح وراحة بالكامل، ودائما نكون زيادة المياه دي لازم تزيدوها لنا وتوفروها لنا. السد لك الحمد والشكر، راحة للمواطنين شديد. عند مجيء فصل الصيف الجاف جدا هنا تأتي الاستفادة من الآبار المنتشرة والتي استفادت من المخزون الجوفي الذي تكون بفعل بحيرة السد. ما شاء الله، يعني السد بالنسبة له جاء في الزمن المناسب، كنا في زمن يعني بترد الأسر وبتبيت وبتجي بكرة، بتجي بالليل بكرة، بتقوم قومة الصباح وبتجي بالليل، وحتى تجي وتسقي الصغار والبهائم ذات القاعدة الفانة وتعبانة، والحمد لله يعني ريحنا راحة كثيرة. ما بين هذه النغمات الجميلة وتحت ظلال الأشجار كان كرم الضيافة حاضرا. فريق آخر للطواف يتجه إلى سد الصنوط في ولاية غرب كردفان. الأرض المشققة هنا والتي تكونت بفعل الطمي تدل على الخصوبة والنماء، وحول بحيرة السد أنشطة أخرى تقوم. رهق الطريق في الوصول إلى هذه المشروعات كان يأخذ الكثير من راحة الجسد، لكن ما يخفف كل ذلك هو كرم الاستقبال والذي يتسابق عليه الجميع شكرا لمن قدم لهم خدمة توفير المياه عبر مشروعات حصاد المياه. ونحن هنا مع أهلنا في جريح السرحة حيث يقع سد اللقداب. سد اللقداب نجده غير كثيرا من حياة الناس هنا. حقيقة ما أجناه لنا الحفائر والسدود في محلية مبادر، يمكن عندنا أكبر سدين في ولاية شمال كردفان، سد اللقداب وسد مبادر، وعندنا يمكن زي 5 ولا 6 حفائر برضو، دي كلها تابعة لحصاد المياه ولزيرو عطش. ويمكن نحمد الله ونكون من الشاكرين، السدود كان لها دور كبير جدا في استيطان العرب الرحل، والسد يمكن يعني بغطي تقريبا قرابة 70,000 نسمة، دي سكان، وعدد البهائم التي تشرب في هذا الرهد ويمكن تفوق 3 مليون بهيمة، من إبل إلى ضان إلى بقر إلى ماعز. هذه المشروعات مضت سنوات على تنفيذها، لذا تعمل وحدة تنفيذ السدود على متابعة أداء عملها بين كل فترة وأخرى، وذلك من أجل استدامة عملها. وحقيقة تأتي هذه الزيارات أيضا في إطار يعني دعم وتعزيز الهدف الاستراتيجي لإنشاء أو لبرنامج حصاد المياه، والوقوف على سلامة مكونات تلك السدود بما يضمن الأداء الوظيفي لها في المستقبل بشكل جيد. مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.